جمال البنات الأوكرانيات، ويا ريت صر لي وبس إن شاء الله يجوا لاجئات لعندنا. طولوا بالكم يا جماعة، هاي الفترة عم نسمع كثير من هذا الكلام للأسف طبعا من الرجال. يا أحبابنا، هم المسلم ما هذا هو الهم؟ هم المسلم وتبتمعن بقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نحن ما بنروي شهواتنا من مصائب الآخرين. للأسف سمعنا مثل هذا الكلام بالمصائب اللي حصلت بسوريا وبالعراق وبالبوسنة وهون وهون. ليش نحن هيك؟ ليش نحن منفكر بشهواتنا بس؟ ما منفكر بالآلام اللي بتحيط فينا مهما كان المصاب. أنت بتفكر فقط بهذه النقطة، ما بتفكر بالأطفال، بالبنات، بالظلم الواقع. والله المسلم ما بيرضى بالظلم.